الحركة يعني خرجت بسبب غياب التنظيمات الحقيقية التي تمثلها وإيجاد الحلول لهذا القطاع ديالنا الذي يعيش على الإفلاس وعلى ويتجه في الطريق المسدود. إذن جاء واحد القطاع اللي هو عشوائي الذي ينتج واحد الخبز فاسد مضر بصحة المستهلك وفي أصبح ينتشر كالنار في الهشيم في غياب أي تدخل الجهات المعنية أو الجهات السلطة، مع العلم أن الخبز له قواعد ديالو فاش خصو يخدم، كيخصو تكون فيه بيت النار اللي هي بالمعايير ديال 200-250 300 درجة حرارية مخزنة، ماشي 80 ولا 100 ولا 120 على باللهيب ديال الشاليمو. إذا الخبز فاسد وفيه الرطوبة ومضر بصحة المستهلك، وفي نفس الوقت هاد الخبز هذا القطاع هذا العشوائي الذي يزحف على القطاع الحقيقي اللي هو كيصنع الخبز الجيد ويسبب له الإغلاق والإفساد، إلى درجة أن مستقبلا المغاربة ما غاديش يبقاو الخبز الجيد ياكلوه بسبب هاد الظاهرة ديال هاد ديال هاد ديال هاد ديال هاد العشوائي. ثم عندنا واحد المجموعة ديال المطالب بما فيها الدعم للجهات للوزارة الوصية اللي هي وزارة الفلاحة، هي اللي كتكوافي واحد المجموعة ديال الشركاء اللي هما تحت واحد سلسلة بمهنية كتسمى لافياك، وهذوك الشركاء فيهم المجمعين فيهم المخزنين فيهم المستوردين فيهم المطاحين فيهم الفلاحين، كلهم كيستافدوا الا القطاع ديال المخابز ما كيستافد حتى شي حاجه. واكثر من ذلك كيجي الوزير باتياس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي ديال الحكومه يعلن ويقول ان القطاع يدعم أن القطاع يدعم ب 50 مليار شهريا، ثم يضيف أن كل خبزة تدعم بدرهم، مع العلم أن احنا هذا الدعم هذا ما عمرنا شناه وما عمرنا جانا، وحنا كنمشيو غير في الإفلاس وفي الطريق المسدود. إذا من هذا المنبر نطالب فتح تحقيق في هذا الدعم ومراجعة هذا الدعم والجهة اللي كتسدنا الدعم والطريقة اللي كيستافدوا بها هذا الدعم، ويكون واحد الحوار جاد ومسؤول مع الجهات اللي كتعيش مشاكل القطاع، ماشي ما ناس كيجيو يتصوروا ويصرحوا تصريحات خشبيه ويمشيو بحالهم. اذا حنا الحوار يجب ان يكون مع المهنيين ومع القطاع الحق ومع القطاع اللي هو كيمثلوا هذا التسادل الان وهم متضررين. ثم عند الضرائب يجب اعفاء القطاع من المستحقات ديال الضرائب، لان هاد الناس ما بقاش عندهم باش يخلطوا حتى ما ياكلوا، وهاد الناس كيعيشوا في الافلاس، وهاد الناس اللي باقيين خدامين راهم خدامين، راه كل واحد مديون وكل واحد الحاله ديالو كيعلم بها غير الله. كاين الجامعه الوطنيه للمخابز والحلويات في المغرب، وكاين الفيدراليه الوطنيه للمخابز والمغرب في المغرب، حتى واحد فيهم ما حقق لهاد المهنيين شي حاجه. المهنيين راه انضطرت الحاله ديالهم، حنا راه فينا اللي باع الماتيريال ديالو باش يسدد الديون. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.